وانت بتسأل ليه ما بيسووش الأطباء أو شهداء الأطباء بشهداء الجيش والشرطة؟ الإجابة باختصار إن الأطباء بيدافعوا عن الشعب المصري، أما الجيش والشرطة فبيدافعوا غالبا عن النظام أو عن عبد الفتاح السيسي، فبيحاول السيسي ونظامه إرضاء هؤلاء ليل نهار. شفنا برلمان حنفي وفي أول قرار له كان رفع معاشات الجيش والشرطة، وشفنا بقى البرلمان المنتهية صلاحيته برلمان عبد العال، وأكثر من 7 قرارات كلها متعلقة إما بصندوق شهداء الجيش والشرطة أو رفع معاشات الجيش والشرطة أو رفع حافز الجيش والشرطة. كل حاجة عند الجيش والشرطة بتترفع، أما عند المواطن فبيرفع، لكن بيرفع الدعم، بيرفع الـ يعني المشاركة والمساهمة مع المواطن في بعض السلع الأساسية. وعند الأطباء فعلا زي ما قال السيسي كده قبل كام يوم، تعويضكم عند ربنا. لكن الشهداء بتوع الجيش والشرطة طبعا تحية لكل الشهداء أينما كان انتمائهم، لكن الجيش والشرطة ده حاجة تانية عند عبد الفتاح السيسي.